السلام عليكم بنات. اليوم غادي نديرو جولة في السوبر مارشي، نقلبو على القوام ديال رمضان، اللوز، الجنجلان، يعني كل حاجة اللي كنحتاجهم في رمضان ان شاء الله. يلا خليكم معايا. ثم حنا في الاير بريميوم عندهم فواكه جافة، هذا كاشيو مع اللوز، البقع، البيستاشيو، وعندهم كاوكاو ولكن عندهم خنيشات غير صغار، 445 غرام، 3 دولار 29. هاهو كاوكاو هنا دايرينلو 2 دولار 99 للباوند. عندهم كاوكاو مقشر حتى هو خضر، حتى هو ب2 دولار و99. عندهم كاوكاو الغليظ نفس الشيء نفس الثمن، 2 دولار 99. هذا الاحمر، كاوكاو الاحمر الصغير نفس الثمن. هذا الكركاع القشرة ديالو 3 دولار 99 للباوند. ثم البنات اللي كيقلبوا على الورقة، هذه صغيرة، قطعة صغيرة فيها 50 حبة، 2 و29. هذه كبر منها بشي شوية، 3 و29. الأولى فيها 250 غرام، هذه فيها 400 غرام. هذه المربع كبير شو شوية، 3.99 فيها 30 ورقة، هذه فيها 20 ورقة، 2.29. هذه نوع ثاني ديال الورقة، غرام 3.79. هذه لاباط فيتي قطعة صغيرة في 450 غرام، 3.59. هذه عاوتاني نوع ثالث، نوع آخر ماشي ثالث، يعني ناقص عندو كسر منو، فيها 20 ورقة، $1.99. طويلة لا تحتاجي لا تقطعي لا والو، فيها 30 ورقة $1.79. هما البريميوم عندهم حتى كاوكاو مكشر وبلا قشرة، ولكن غير كمية صغيرة، 300 غرام $1.99. هو عندهم السنجلان ولكن بيض، $1.99، 170 غرام. وعندهم الكحل، 170 غرام، $1.99. بحال بحال عندهم البيض والكحل، ما كانش ديالنا اللي محمر. هانتوما البنات، هذا اللوز في كوسكو 3 كيلو، ينفع في هاد رمضان. دابا راه دايرين فيه السام، غير 23.79. هانتوما لاحظت 3 كاوكاو، هاهو عندهم هنا في كوسكو بيزنس، دير 14.99، 2 كيلو ونص. عندهم تا الزنجلان الأبيض، هذا ماشي المحمر اللي كنستعملو حنا، خصكم تحمرو مزيان، ولكن واخا كيتحمر مكيجيش بحال اللي ديالنا اللي مغلوق. 2 كيلو ب10 دولار. لا توا الحمص زوين عند كوسكو بيزنس، 3.6 كيلو، $7.49. كاينه الخنشة كبيرة لكن ما عندكم ما ديرو بها فيها 10 كيلو، غي هادي بركة لسيدنا رمضان. حنا جينا هنا لورونس لعند جوشي، نشوفو هو عند جوشي، هو عندو الزنجلان الأسمر المحمر، مبقاتش عندو ديال 2 كيلو، ديال 2 كيلو كتكون بحال هدا البيض، 12 دولار 49 غادي يجيبها نهار السبت. حنا اليوم الخميس،
خديت هذه ديال 800 غرام ب 45. هذا الفانيل سيد باوند ب 6.99. الكاكاو الاحمر الصغير 2 باوند ب 4.99، وهذا اللي منقي 2 باوند ب 5.99، والكبيرة 4 باوند 10.99. وعنده حتى المسكة، ولكن هذه المسكة هي بدولار الوحدة. نتمنى نكون فوتكم شوية في الجولة ديال اليوم في المشتريات ديال رمضان. ورمضان مبارك.